هسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير وزميلنا حسام الدين رضا، عامل لنا تقرير عن بطلة من بطلات مصر اللي بيرفعوا اسم مصر في كل مكان، وبنتمنى لها بالتأكيد كل التوفيق. البطلة علياء صالح، بطلة مصر في الجمباز الإيقاعي، واللي تأهلت أو قدرت إنها تتأهل إن شاء الله أولمبياد 2024. ربنا يوفقها يا رب، ونشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. انا جربت رياضات كتير قوي وانا صغيره، زي مثلا تنس وسباحه وكده، بس عمري ما حبيت لعبه قوي غير الجمباز الايقاعي. هي لعبه عباره عن ان احنا بنحكي قصه برقصه على ميوزك دقيقه ونص. بحس ان انا محتاجه ان انا ادوس على نفسي قوي في التمرين، عشان كل دقيقه في التمرين بتفرق في البطوله. انا لسه راجعه من بطوله افريقيا، كانت في رواندا، وهي دي اللي كانت مؤهله للاولمبيكس، والحمد لله حصلت على المركز الاول، وعشان كده انا ان شاء الله مؤهله لباريس. انا دخلت 5 بطولات افريقيا في حياتي، والبطوله اللي فاتت كانت هي دي في رواندا، وهي دي اللي اهلتني للاولمبيكس عشان طلعت فيها مركز اول، ودخلت بطولتين عالم وبطولة عالم للناشئين، ودخلت برضو كؤوس عالم كتير. أصعب لحظة كانت يوم تسخين بطولة أفريقيا اللي فاتت دي، عشان هي دي اللي كانت بتقرر يعني مستواي هيكون إيه بعديها، بس كانت برضو في نفس الوقت أحسن لحظة، عشان لما حصلت على المركز الأول وعرفت أن كل مجهودي ده تقلل بالنجاح. اي رياضي بيكون دايما بيحس ان هو مش عايز يكمل او مش قادر، بس الناس اللي بتبقى واقفه في ظهره هي دايما اللي بتساعده ان هو يقدر يكمل. مامتي هي من اكتر الناس اللي دايما بتساعدني في الرياضه بالذات، واكتر حد في الملعب هي مدربتي اللي هي نوع حسام، وطبعا مدرب الفتنس هو ده اللي كان محمود سراج هو ده اللي كان بيساعدني قوي في الفتنس ان انا اقدر اكمل في التمرين. احب اشكر الاتحاد المصري للجمباز ودكتور ايهاب امين ومصنوع عبد الوهاب وكل اللجنه الفنيه، عشان هما اللي دعموني ان انا اقدر اكمل في الجمباز واحقق مركز كبير. الجمباز الايقاعي هو حياتي كلها. نفسي ان انا لما اروح الاولمبيكس ان شاء الله اقدر احقق حاجه مركز كبير لمصر، مثلا اطلع من اول 10 او ان انا اخش النهائيات، فهو ده هيكون اكبر حلم ليا.